شني شو هاي شني شني بلاك تنني هاي شني شني في الحياة تيبي هاي شني شني كل شي مكشوف هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور هاي داني داني يا شوف تشوف هاي شني شني الوقت المكشوف هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلام ما يعني هاي داني داني ويا داني داني هاي شني شني وصوتك معجبني هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها تلفة هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا هاي دني دني نبكي بدموع هاي شني شني بيستو معرفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني هاي دور دور والعيد منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني أعزائي المشاهدين مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم وحيثما وجدتم مساء الخير عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناتكم الحياة الجزائرية ومع حصة شني شني شو صحيتو شكرا ميرسي بارك الله شكرا شكرا صحيتو حتى انتم اصدقائي الاطفال اللي راكم مع العائله تاعكم صحيتو صحيتو الغنيه راكم حفظتوها شويه راني نتلاقى معاكم وكم تقولوا لي هاي شني شني بصح بالك بالك تنني اعزائي المشاهدين حصه شني شني شو فيها الصح الفيريتي فيها ما كاش الشتاء كاين الكوراج كاين اي حاجه ما كاش الفروماج كاين غير ليماج أعزائي المشاهدين خليكم مع الجينجل الأول ثم نتلقاو في الجينجل الأول ما قيل في الصحف والجرائد اليومية ومن بعد نهار اللي تتفتح القهوة إن شاء الله نبدأ ونهضروا واش تقال في القهوة نشوفوا أهم العناوين اللي راكم تشوفوا فيها اللي شفناها على الشاشة قريبا إن شاء الله فتح المساجد أمام المصلين وكذلك الشواطئ نبدأ بالمساجد نحن في حاجة ماسة وتوحشنا توحشنا الصلاة في المساجد ولكن احنا ماذا بينا تصفى القلوب وماذا بينا بلادنا ان شاء الله ينقص فيها هذاك الشيء اللي احنا نشوفوه سلبي وان شاء الله احنا نتحابوا مع بعضنا بعض قبل ما نديروا هذه الإجراءات والدولة راح تأخذ الإجراءات ان شاء الله مستقبلا عن قريب ان شاء الله بربي كذلك فتح الشواطئ بصح بشرط هذا الامور راهي تتمشى تدريجيا يعني هذا حاجه مليحه هذه راهي هايله هذه لازم لنا نحضروا ماشي نديروا كيما هذوك اللي يكونوا شادينهم 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 ومن بعد على طاك لا لا غير بالعقل ولازمنا ناخذوا الاجراءات يا سيدي نبقاو في الاجراءات خاطر الكورونا ما زالها احنا ناخذوا هذو الاجراءات غير بالعقل الدوله راهي راح تاخذ الاجراءات بس على كونديسيو البلديات لازم تقوم بالواجب احنا الشعب لازم نكونوا في المستوى هاو هاو دوك احنا نروحوا للشط وما نلتزموش بالاجراءات يسمك شغل نديروا في بالنا شغل ما كان والو وكاين الناس اللي راهي راحت للشط لا لا البحر فيه اجراءات لازم تكون النظافه لازم تكون النظافه نظيفه وحتى في المساجد تاعنا ان شاء الله نعاود نولوا نصليوا كيما كنا والجمعه ومن الفجر حتى للعشاء ونلتزموا بالاجراءات الوقائيه والتباعد الجسدي وان شاء الله تباعد حتى تاع التمرشير والتقطع هاو هاو دوك هذا لازم نحبسوا هذوك الصوالح ثاني هذوك ثاني كورونا نروحوا للموضوع الاخر اللي هو واش يقول لك قال لك هل سيكون والتقدور المسؤول القادم الذي تستلمه الجزائر هذا واحد من ثاني تاع العصابه او هذا ثاني الدراهم والدراهم غير شويه ما داش بزاف وعلى هو غير داش البارحه سي خونا عمد 10 ملايين دولار هذه تتذكر غير على لسان هو اللي الاول هذا ما داش بزاف كي ما داش بزاف دقي شويه مد غير شويه هذا راح يمد 500,000 أورو 500,000 أورو اللي باهي باهي تكوفرا هذه مدهم في الخارج باه على بالكم معلا قال لك منح 500,000 أورو لمطلوب امام العداله لتجنب تسريب معلومات حول ابنائه هذو مدهم لواحد الشركه وهميه باهي كوفري وعلى ولاده يا نقول لك يا والعداله قبضتك قبضتك والعداله تاع الشعب والعداله تاع ربي سبحانه والعداله هذه تاع بلادنا غير ما تطمعش باللي تسلك دور للموضوع الجاي اللي يشوفوه هذا الموضوع شائك جدا اللي هو يقول لك الرئيس ان شاء الله بربي سيسائل الولات هذه كيما وعدنا في البدايه تاعو 6 أشهر من قبل هضرنا على مناطق الظل
وعلى بالكم مناطق الظل سيداتي سادتي مشاهدينا الكرام ماهيش سهله. بكري كانوا مناطق الظل يجوزوا عليها مرور الكرام، كانوا يهضروا غير وين يشوف احمد يهضروا عليهم، بصح ما كانش تؤخذ بعين الاعتبار. ذوك مناطق الظل هي اللب، هي الشغل الشاغل، هي الموضوع تاع الصح. المشكله الحقيقيه ذوك هذو الولاد كيجوا هما اللي راهم في عين الاعصار، وهما اللي راهم امام العاصفه. ليه ذوك مثلا يتحاسبوا الولاد والمنتخبين، يسمى الولات يتحاسبوا في بلاصه المنتخبين، وحتى الولات الثاني لازم يتحاسبوا. هو كنتو مثلا تتحاسبوا على الماء، على الانقطاع تاع الكهرباء الماء هذه انا عارفين، على الحرائق تاع الغابات، على المآرب تاع المواطنين، على الاطار المعيشي تاع المواطن، على السكنه اللي مازال ما تسربتش على بالكم. وحتى هذا المنتخبين اللي راهم عايشين مع الولات، يعني نقدروا نقولوا باللي سي بارادوكسال، معناتها كاين كونتراديكسيون. ليا المنتخبين يديروا الشعبويه، المنتخبين هما اللي في بعض الاحيان يبوسيو الاحتجاجات تاع المواطنين، عمرها ما تكون بريئه على مستوى البلديات. ليه؟ لانه البلديات الرؤساء البلديات كيكونوا باش يبرروا الفشل تاعهم يبوسي الاحتجاجات للبلديات باش يحطوا الولات امام امر الواقع. وحتى الولات راه عندهم مجلس تنفيذي، لانه الولي راه مسؤول امام الاطار المعيشي تاع المواطن كيفاش يعيش في البلاد. علاه هذه الديمقراطيه التشاركيه اللي رانا عايشين فيها؟ يقول لك لازم المجتمع المدني يشارك في المشاريع كيف نحتاجوها، والمشاريع هذه لازم تغطي وتستجيب للمطالب تاع الشعب، الطرقات، التمدرس، الصحه، وهلو ما جرى. هذو في البلديات وين مناطق الظل جماعه الخير. يبقى ملا نقول لكم حاجه، المنتخبين اللي زابي واللي زابيسي الفاشلين هما اللي راهم يبوسيو في الحاله باش ما تمشيش، ويزيدوا يديروا بروفوكاسيون تاع الاحتجاجات تاع المواطنين عن طريق علاه الخطر كاين بعض المجالس البلديه اللي ما يتفاهموش مع المنتخبين تاعهم، وتتحصل في الولي، والولي ثاني سد الولات. انتم ثاني لازم وكذاكم راح تتلقوا مع رئيس الجمهوريه حين تخضعوا المساءلات والتقييم تاع 6 أشهر باش تقضيوا على مناطق الظله، او الناس مازال تجيب تشري الماء، او الناس مازال تدير سطوب باش تروح تقرا، او الطريق مازال تفلعوا للعصور البدائيه، كاين بعض المداشر ولا غير تقول راك في من ناسيون ان. نروحوا للموضوع الاخر ونشوفوا واش دونا في الفيتير. تقريبا 75% من الجزائريين تزويد يومي او على مدار او على مدار 24 ساعه. اذا 75% من السكان في الجزائر تحصلوا على الماء يوميا. يوميا بدون تذبذبات او انقطاعات. يوميا بدون انقطاعات، يوميا، واغلبيتهم 24 ساعه على 24 ساعه، خاصه في المدن الكبرى. انا كي نشوف سيد المدير يهدر انا ندير لكم ديمونستراسيون. هذه القرعه ها هي ال 75% تاع الماء اللي راه يجي للولايات، بعض الولايات فيهم وبعض الولايات ما فيهمش، بعض الاحياء فيهم وبعض الاحياء ما فيهمش. يا السيد المدير الناس راهم في نهار العيد غسلوا الدواره في الشط، ما داروش الملح في الدواره، جا البحر، الماء تاع البحر هو اللي غسلها، وكاين اللي خسرت له الدواره. الناس راهم يشكوا، ماكش تشوف فيهم، ماكش تشوف الناس باللي راهي حاصله في الماء، الانقطاعات المتكرره، وكاين الناس اللي عندها 15 يوم نديروا ديمونستراسيون. ها هي 75% تاعك، ها ها ها. انا عندي قريب 15 يوم ما نشربش، راح نشربها كاع انا هذه اللي مديتها، هي ال 75%. بسم الله. الحمد لله. السيد المدير انا عندي 15 يوم ما شربتش هكذا، انا شربت ال 75 يوم اللي 75% اللي مديتها، هي بقات 15%. يسمى حبيت تقول باللي راك مغطي كاع، روح شوف على مستوى البلديات، روح شوف على مستوى المداشر تشوفهم عند السهاريج، كاين ناس في منطقه راني شتهم انا، راهم كاين تعليقات على الحوار اللي درتوه، راهم جاوبوك في الفيسبوك وفي التواصل الاجتماعي. منطقه بني حواء اللي تابعه لولايه تشلف قالوا لك باللي رانا ما عدناش ورانا نشريو الماء ويجيبوه لنا من السهاريج، وقادر هذا الماء قادر يكون متلوث. انت محسوب عند بالك كاع باللي محسوب 100% الولايه تاع الجزائر ما عندهمش الماء، واك روح شوفها، سي با نورمال. انا جاب لي ربي، وقيلا جاب لي ربي، جاب لي ربي، راك تهدر على كاش عام ولا عوام من الماضي اللي كان يجي الماء، ما نظنش راك تحكي على الواقع المعاش. السيد المدير سقم روحك، دوك نهضروا مع الوزير، ها سقم روحك للموارد المائيه، شوف الوزير المدير تاعك واش راه يهدر، وشوف اونكيت لا كاينه منها ولا ما كاش منها، روحوا سقسيوا الشعب تعرفوا لا فيريتي. أعزائي المشاهدين نتابع مع بعض هذا المشهد ثم نتلقاو. أقسم بالله يا جماعة ما راهي زعق،
شوف شوف معايا شو السيد كي راه داير، هذا مريض مريض في البلدية. فضل أن يؤدي واجبه المهني لآخر لحظات حياته رافضا طلب عطلة مرضية في ظروف صحية تقتضي بحكم طبيعة نشاطه الحضور الكثيف والميداني في ذروة الجائحة. الله يرحمه ويوسع عليه، هذا نقدر نقوله باللي شهيد، هذا شهيد الوطن، كما يعني هذا يعتبر من الشهداء، مات في الخدمة تاعو. شوفوا الجزائري تقولوا باللي ما كاش الكورونا، شوفوا الجزائريين اللي الوعي تاعهم الوعي تاعهم يملأ قلوبهم، شوفوا الناس اللي حبت تزاير، شوفوا الناس اللي راهي تحب تزاير، وشوفوا الناس اللي تحرك في الغابات، شوفوا الناس اللي راهي تدير في السابوتاج، شوفوا الناس اللي تكوبي في تريسيتي ولا تكوبي في الماء، اني نقول بالناس اللي راهي تدير في لي سابوتاج ولا تصابوتي، مي شوف الناس في نفس الوقت اللي راهي تخدم اللي ماتت من اجل هذا الوطن. ماهيش حاجه سهله انك تعيش في سبيل الله وان تضحي في سبيل الله. شوفوا يا خوتي، ها هو الجزائري الحقيقي، كي تشوف حاجه كيما هذه وتشوف مشهد كيما هذا تقول الجزائر مازالها بخير، وفي نفس الوقت ننحني ونكرم هذا الشهيد هذا الرجل هذا البطل، ونكرموا كذلك النظافين اللي راهم عايشين معنا، نكرموا الناس اللي راهم يخدموا في الجزائر كل في مكانه، يعني كل واحد في بلاصته، رحمة الله عليه، ربي يرحمه وربي يبارك له في عمره، ومات في هذه الأيام المباركة، نقولوا يعتبر من الشهداء، يعني فضل أنه ما يروحش كونجي. تفكروا يا جماعة الخير انتم، كان بعض منهم اللي قلع العام وهو يحوس يستنى غير في الكونجي، علاه يجوز الكونجي؟ باه يروح يريح، يقعد قدام القهاوي ولا يقعد في الطروطوارات ولا يقعد غير يمنشر ولا يقدر يروح يخدم الكوزينه، واش راح دير؟ يعني حتى الكونجي في حد ذاته لو كان يكون مستفاد ولا يكون اكسبلواتي ولا يكون يعني حاجه اللي تفيدك عندك الحق، بصح الكونجي صح حق عمالي وانا على بالنا ومنظومه عالميه ورانا عارفين، بصح شوفوا في نفس الوقت الصوره اللي مدنا بها درس. الله يرحمك ويوسع عليك. نروحوا للفقره المواليه. يا نورمال ميجي قد قدا، او على بالكم راكم تشوفوا فيا سي با نورمال، لا روحوا تشوفوا النورمال وسي با نورمال. نخليكم مع هذا الفيديو ثم نعود. اللقاح المضاد للكورونا بات قريبا جدا، هكذا فضل وزير الصحة أن يبشر الجزائريين في الشهر السابع من الجائحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوقت لا زال مبكرا للحديث عن استخدام اللقاح. إن شاء الله بشرة خير، بشرة خير عن قريب إن شاء الله. كاين مخابر عالمية، كل دولة راهي يعني تسعى جاهدة وتجتهد باش لقات هذا اللقاح. هذه حاجة مليحة، بشرة الإنسانية وبشرة الكرة الأرضية، العلم دائما ينفع الناس، وما أتيت من العلم إلا قليلا. مازال الدولة الجزائرية راح تكون من الأوائل باش تجيب هذا الفاكسان، وكاين طرق. انا خطره سمعت السيد وزير الصحه كي كان يقول باللي كي نجيبوا هذا الفاكسان ما هي الطريقه اللي نستعملوها وكيفاش نستعملوها، ونغالي نفاكسيني والناس هذو اللي حاملين الفيروس تقدر تحبس العدوى يعني لا كونتاميناسيون هذه. مي كاينه حاجه واحده اخرى متناقضه اللي هي ماشي نورمال، واش هي؟ هذا كنقول لكم، هذه ماشي منظمه الصحه العالميه، منظمه المرض العالميه ليه؟ على خطر هذه عمرها ما كانت في صالح يعني تخدم الإنسانية وتخدم الدول الضعيفة، هذه دائما تخدم الدول اللي عندها الدراهم، وتخدم دائما قوة باينة، تخدم دعم كما نقولوا احنا، تخدم جهاز باين ولا كما نقولوا كلون باين، هذه تخدم ديريكت. وما نقول لكم تخدم دائما الأمريكان، وعمر الأمريكان جماعة ترامب ما لقري ترامب رانا حالها الدراهم، بصح عمرها ما عندها قصد مليح، هذه بزنس. وكم شتوا احنا كي خرجنا الدواء وكي كان عندنا دواء تاعنا يمشي وما عجبهمش الحال، حطونا بؤره من بؤر الوباء. يا وراكم غلطين منظمه المرض العالميه ليه؟ لانكم انتم تساندوا دائما الحاجه الفاشله، وانتم اصلا فاشلين ليه؟ انتم خدمتوا الانسانيه؟ هو الكورونا على بالكم باللي ظهرت 6 اشهر، حتى المارس باش قلتوا لنا باللي وباء؟ ولا كنتوا مادامكم انتم تعرفوا راكم تقولوا باللي هذا الكورونا ما يشرح تروح، انتم اللي كورونا تاع الصح، وانتم اللي راكم مفروضين على على الانسانيه كي شغل بورت مرور بورت مالور ليه؟ ها سيدي كي ليه ما جبتوش الفيروس وما عرفتوهش وما درتوش الدياغنوستيك حتى المرض ما خبرتونا؟ مالنا نقول لكم حاجه ما تقدروش تعرفوا، هذا حاجه تاع ربي كيما نقولوا ربي ابتلينا بها، اون بليس دو سا ماذا ما تبتلينا بها، ان شاء الله ربي هو اللي يرفعها مش انتم. سي با نورمال، او روحوا ها روحوا يا ويو، روحوا للجنجل الجاي ثم نعود.
وقف الصباط بشرة مليحة لكل الجزائري، لأنه هذا الفريق عنده 48 ولاية سيبورتيوه. كاين بعض الفرق اللي راهم متواجدين عندهم 48 كذلك، بس هذا الفريق عريق وكبير وعنده جمهور كبير، وانا نقول لهم مبروك عليكم. بس راح نشوفوا لا سيربريز يعني المفاجاه ثم نعود نشوفوا هذا الفيديو اللي فيه الامبيونس، وكان على بالي الناس اللي راهم في الدار غير يسمعوا الاغنيه هذه راحين يشطحوا معها. يوم مبروك عليكم خاوتنا. سلام بيبي الكور العقيبه تمرنو بسيرفونتيس عين النعجال جول في البولفار 48 ولايه، الناس كامله راهي فرحانه بكم شباب الوزداد، تسواوها وتستهلوها، وحتى الناس اللي كلاسات الدوزيام وطروازيام والكاترين كذلك يعني تسواوها. تحيه الكره الجزائريه اللي تمشي سوا سوا واللي فرحت الشعب. احنا نقول لكم مبروك عليكم كجزائريين. الحاجه اللي انا اللي نقدر نقولها كم يعني كمشجع للكره متابع للشان الكره، احنا كي نتفكروا نشوفوا فريق كيما هذا نتفكروا الفريق الوطني باللي هذو يعاونوا ليكيب ناسيونال. ولكن كاينه حاجه يعني هذا الفريق انا شتو كيفاش قلع، كانوا عنده مشاكل وما قلع ما ديماراش مليح، كانوا عنده مشاكل تاع الدراهم تعوين يدربوا مشاكل. الحاجه اللي تضرب لي في راسي وشني هي ما ربحتوا غير عيب، هذو انتوما اللي كنتوا تشروا وتبيعوا في لي ماتش في الكواليس. هاو خرج لكم الفريق هذايا اداها عن جدارة واستحقاق، وما دام الرابطه ولا القائمين على الشان الرياضي عطاو لهم البطوله خاطش كنا على بالهم باللي جابوها، باسكو هما اصلا كانوا يلعبوا كانوا يربحوا الاكستيريور والانتيريور. كاين جماعه رفاق امير سعيود وجماعته اللاعبين اللي ما ذكرتهمش نتفكروا نقازي ودحماني وبختي وشدبه وحرب واسرير وفي خاطرك يا يماها يماها احسن انك فرحان جماعه بيلكم راكم فرحانين مبروك عليكم، حتى احنا مبروك لكم، حتى لي سيبورتور تاعكم مبروك عليهم. بصح كاينه حاجه لي سيبورتور اللي بغيتوني ان نزيد نفرح معاكم، دائما في لي ستاد قعدوا كالم وقعدوا هادئين وقعدوا عاقلين، خاطش راني شتكم ميم كي رحتوا للولايات راكم كنتوا عاقلين وجبتوا لي ماتش تاعكم بالفوتبول. المهم مبروك عليكم شباب الوزداد، وان شاء الله هذه تكون قدوه للفرق الجزائريه الاخرى باش يحذونا حذو هذا الفريق باه يلعبوا مليح ويدوا يعني شامبيون العقوبه. ان شاء الله اذا كانت كاينه لاكوب ان شاء الله تكون لاكوب، وهذا اجراء مليح وناخذوا يعني التجربه تاع التسيير تاع فريق باب هذا شباب الوزداد كعينه اي اونت. المهم ربحتوا غير عيب يا جماعه اللي كنتوا تشرو في لي زاربيت بن مناير. نروحوا للفقره المواليه ونشوفوا الجنجل واش وجدونا. أعزائي المشاهدين، بكل أسف وألم هذا اليومين الأخيرين افتقدنا أحد عمالقة الفن والموسيقى الجزائرية اللي هو سعيد بوشوش. نعزي أنفسنا ونعزي كل عائلة الفقيد أينما كانوا، ونقولوا باللي اللهم ارحمه ووسع مدخله وأسكنه في فسيح جناتك. قبل كل شيء الفنانين الجزائريين يعني كاين فنانين جزائريين راهم مضرورين يعني في فقدان هذا الفنان اللي ساعدهم وساهم في تألقهم. مي هناك نداء واحد نقوله، الفنانين محتاجين قانون يحميهم وتغطية اجتماعية والتفاتة يعني لنقل هذا المرضى نتاعهم واللي ماتوا واللي قبل ما يموتوا للعلاج في الخارج إذا كانت تتطلب العلاج في الخارج. الفنانين محتاجين حقوقهم المنهوبة من أمواج المنصات الإلكترونية. الفنانين يريدون ماذا فعلت لوندا في قصة وفي قضية حقوق التلفزيون لدفعها للفنانين. الفنانين يريدون التدقيق في المنتسبين للديوان الوطني للحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. هذا الديوان اللي عنده ميزانية خاصة للتكفل بالفنانين والمثقفين. الفنانين والمثقفين هم اللي مساهمين في الفعل الثقافي للبلاد، هم اللي يحركوا المجتمع الجزائري ثقافيا، وعلى بالكم الثقافة تعتبر هي روح المجتمع. وزارة الثقافة نهار اللي كان مريض هذا الفنان وين كنتوا؟ إذا كانت توفى وجيتوا للجنازة تاعو علاه؟ باش تعزيو العائلة تاعو؟ وكي تعزيو العائلة تاعو واش من الفايدة؟ حاه وعزاه الشعب الجزائري، هو مكرم من طرف الشعب الجزائري. خلينا سعيد بوشوش ربي يرحمه، الأجل جاء
ومات الله يرحمه. هناك فنانين كبار واحد اخرين اللي كنا قادرين نصوفيهم، على بالي باللي المكتوب مات اوكي، بصح كنا قادرين كانوا قادرين يصوفاو، كانوا فنانين اللي ماتوا بكاو على فراش الموت. يعني كي كان حي كان باش تقى تمره، وكي مات على القولوا عرجون، ما همش محتاجين العائله تاعو باش تجو ديروا لهم تعزيه ولا سي با لا بين. دراهمنا، دراهم الفنانين، دراهم تاع لوندا اللي يتمدوا الكورونا ما تمدوش، كاين الناس مازال ما داتهاش، الناس تبكي، الناس ما عندهاش واش تاكل، ست شهور الناس ما خدمتش. دراهمنا، حقنا، حق الفنانين الجزائريين، حق المثقف، الحق نتاع المثقف راه دايم مع المجتمع الجزائري، دايم عن طريق مشجعيه. يعني حاجه كيما هذه يندلها الجابين. وراك يا وزاره الثقافه، وراهم دراهم الفنانين اللي يتمدوا سواء في التكفل ولا سواء في لابريزون شارج ولا سواء في حياتهم ولا في دعمهم، وراهم دراهم اللي يتمدوا على مستوى مديريه الثقافه ولا البلديات، دراهم كبار، ملايين المليار تمدلت المغنيات، جاوا لهنا داروا حفلات ومن بعد راحوا لبلادهم، عمرهم ما ذكروا الجزائر، كي يجوا لهنا يحكوا على الجزائر، اوكي، بصح نهار اللي يخرجوا من الجزائر ما يحكوش علينا، واش نديروا بهم؟ كاين فنانين احسن منهم وكبار عليهم وحتى ارقى منهم. تروحوا تمدوا الدراهم للبنانيات والقوريات اللي يجيبوهم، حتى الشعب الجزائري كي يشوفهم واش قابلهم. شجعوا فنانينا، شجعوا ثقافتنا، شجعوا للثقافه المحليه تاعنا اللي هي اللي تحرك وتهذب بالمجتمع. وتروحوا تمدوا للفنانين هذوك تاع الانستغرام، هذوك الفنانين لا حول ولا قوه لهم، حتى هما راهم داخلين في حيط. وين راهم دراهمنا يا خاليه؟ اعزائي المشاهدين، اخر اعمال سعيد بوشلوش كانت مع المتحدث يعني معايا في اغنيه اللي سمعها الجمهور الجزائري وسمعوها حتى خارج الوطن، ولقت استحسان جماهيري، وحتى هو كان من بين الناس اللي شجعوني فيها، وكان هو الموزع، كان هو لارونجير فيها. نخليكم معها، هذه الاغنيه الاخر اغنيه اللي خدمها معايا في رمضان، ومن بعد خدم بعض الى كومبوزي بعض الاغاني مع فنانين اخرين اللي نحييهم كذلك، واللي حتى هما يعني يملؤهم الحزن لفقدانه، اغنيه بومليار الفاسد اللي خدمها معايا الفقيد. يا ونص البلاد راه عالية، ناكل حقوق صعوالية، والعدالة ميالة، والعدالة ميالة، اديت الدولار والقرو، ماني مرجع حتى دورو، نضرب الشيد قبالة، نضرب الشيد قبالة، نترشح ونزيد نعاود، أنا يا هنا راني قاعد، نقضي على أحلام الرجالة. واكب كاسك روت كاشير، لا ينفل صوات في الصلاة، لا ينفل صوات في الصلاة، حمو حموني البندير، راح نولي لكم وزير وندير فيكم تير. كانت هذه أغنية بومليار الفاسد اللي تنبأ لها الفقيد أنها تلقى نجاح جماهيري كبير، وكانت فيها رسالة إلى كل الشعب الجزائري. بهذه الأغنية نقول لكم أعزائي المشاهدين، نترحم على فقدان فقيد الموسيقى الجزائرية، وكذلك كل الفنانين اللي توفى وربي يرحمهم، وكل أمواتنا. بهذه يعني الفرصة نقول لكم أعزائي المشاهدين، نتلقوا إن شاء الله غدا إن شاء الله، وجوه الخير، إن شاء الله نكونوا ما كناش ثقال عليكم، نلتقي غدا وإلى اللقاء، وفي خاطركم كامل أغنية جينيريك. يا حي وشكم لباسكم لها هيا قلع، هاي شني شني يا شني شو، هاي شني شني بلاك تنني، هاي شني شني في الحياة تيبي، هاي شني شني كل شي مكشوف، هاي شني شني من دشرة لدشرة، هاي داني داني وراني نصور، هاي داني داني يا تشوف تشوف، هاي جني جني الوقت المكشوف، هاي يا دلالي والفن تدفن، هاي غني غني أكلام ما يعني، هاي داني داني ويا داني داني، هاي جني جني وصوتك معجبني، هاي جني جني ديك الثقافة، هاي داني داني راحت الفكرة، هاي جني جني ولا تخافة، هاي داني داني يا راها تلفى، هاي جني جني والماتش مبيوع، هاي دني دني شكوى للفيفا، هاي دني دني نبكي بدموع، هاي شني شني بيستو معرفة، هاي دور دور والعرس منور، جيبوا البطاطا وخروف مصور، هاي شني شني.